هي ضحايا راح نتيجة هذا الزلزال. حتى إحنا في فلسطين شعرنا بالزلزال، أنا شخصيا شعرت بالزلزال، كانت ليلة مرعبة. فهذا إن دل على شيء يدل على علامات كثيرة، تساؤلات كثيرة كانت عند الناس والأهالي، هل فعليا الزلزال هو غضب من الله سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأسأل الله العلي القدير سبحانه وتعالى أن يرحم أولئك الشهداء الذين قضوا نحبهم تحت هذا الزلزال من أهلنا في تركيا وفي سوريا. كذلك الحال نقول إن هذا الذي يحدث حقيقة هو إشارة وعلامة من علامات الله سبحانه وتعالى، بل هي علامة غضب من الله سبحانه وتعالى. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ثم قال سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. إذن إشارة واضحة أن الله عز وجل يعطي هذه الآيات وهذه الإشارات حتى يتعظ الناس ويعتبر الناس، وكذلك الحال حتى نعلم علم يقين أن هذه القوة قوة الله سبحانه وتعالى لا يجاريها قوة، وأن الله سبحانه وتعالى له جنود في الأرض. قال وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فحقيقة سبحان الله حتى يعلم الناس مهما كانت قوة الباطل، مهما كان عنده من تكنولوجيا وأسلحة وتقدم، ومهما كان عنده من ذرة ونووي وغيرها من الأمور، ولكن قدرة الله عز وجل أكبر وأعظم. هذه الآن مجرد هزة بمقدار 7 درجات أو 8 درجات، فما بالك عندما تزلزل كل الأرض، عند ذلك سيسوى ما على الأرض جميعا خاصة يوم القيامة. تخيل لو أن هذه الهزة كانت على 10 درجات، كيف سيكون حال الناس؟ إذن والله الذي ينظر هذه المناظر ويراها بأم عينه لا يقف حقيقة وقفة خوف. إن أنا تخيل لو كل واحد فينا الآن كان الذي عنده ما كان، لو أنه كل واحد الآن تخيل النايم بداره متريح أو قاعد على الكنباية وبشرب شاي ومبسوط وبيخرفه زوجته وولاده، أو قاعد بتغدى مبسوط ولا هم الهم شيء، بلحظة واحدة يصبح ما كان ما كان. سبحان الله العظيم، يصبح الآن هو تحت الركام. هذا والله العظيم مرعب. أحوال الناس الذين تحدثوا كما رأينا عبر الفيس أو عبر التلفزيون أشياء تقشعر لها الأبدان. بعضهم من الآن حدث قال والله عندما نزلت من الدرج وحسيت بالهزة وشعرت وكأنه الآن العمارة تضربني يمينا ويسارا، ثم ألقى على رجلي ثم أمشي ثم هكذا، قال حتى وصلت من الطابق 7. إذن دلال على شدة الخوف، مجرد أن خرج من العمارة هالت العمارة بأكملها. لسة الخوف الآن الشديد اللي حصل له عندما نجا، الآن قديش حالة الرعب اللي بيعيشها قاعد اللي تحت الأنقاض، بقعد حوالي 52 ساعة وهو الآن حاله لا يعلم به إلا الله عز وجل، كأنه تحت القبر أو في قبر وما زال حي، يرى الموت بأم عينيه كل لحظة بل كل دقيقة. حقيقة مناظر تجعل الإنسان يقف ويخاف من الله عز وجل. عندما زلزلت المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت عائشة يا رسول الله ما ذاك، قال ما ذاك إلا انذار وعذاب من الله لشدة المعاصي والذنوب التي يفعلها العباد. إنما يقول الله عز وجل للأرض تزلزلي فتتزلزل الأرض. قال إن الأرض تستأذن ربها، يا رب إذن لي. عندما ترى شدة الفواحش والموبقات التي تحصل على ظهرها يقول لها الله عز وجل إشماله، قال لا تتزلزلي رحمة بعبادي، ولكن إذا كثرت الذنوب عند ذلك يأذن الله عز وجل لهذه الأرض تتزلزل حتى يتعظ البشر من شدة عذاب الله سبحانه وتعالى. من أجل
ذلك سيدنا عمر اللهم رضى عنه عندما زلزلت المدينة في عهده قال والله إن زلزلت مرة أخرى لا أساكنكم فيها أبدا. صحيح. إذن هذه إشارة إخوان الكرام بجعل الواحد فينا يقف ويتعب، وخاصة إنه الآن هذا الآن الذي حصل الآن علماء الجيولوجيا بقول الآن إنه هو أعظم زلزال بسبب طوله الذي ضرب تركيا وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين في آن واحد في لحظة واحدة. هذا أطول خط أو أطول شرخ الآن وجد، وبالتالي أيضا هناك ارتدادات الآن طبيعية ستكون أيضا، وإشارة على أن هذه البلدان ممكن أن تحصل فيها مراكز في أي لحظة. عشان هيك ضروري جدا، وخاصة أنه إحنا الآن هنا شاهدنا أو حسينا بهذا الزلزال، وقبل يومين رد أيضا كان زلزال في نابلس من مقدار 4 درجات والناس خرجت إلى الشوارع. شوف سبحان الله، حتى كمان اللي خرج من الزلزال الآن عايش من في إلي قريب، الآن هو ابن أختي في تركيا بحدث الآن طبعا عاش اللحظة وكان في نفس المدينة اللي كان فيها الزلزال، وكان هو طبيب في مستشفى، بقول حتى المستشفى ارتج فينا بشكل مش طبيعي، بقول منظر الناس ما بعد الزلزال والله أشد رعبا من الزلزال. بقول البرد كان درجة الحرارة حوالي 4 درجات تحت الصفر. الآن الخوف والبرد، وكمان الآن الناس طلعت اللي ما معاه ولا أي شيء، بس اللهم ينجو بروحه. سبحان الله، لا سأل عن مصاري ولا سأل عن حرمات ولا أكل ولا شرب ولا شيء. الآن طلعوا بأواعي بقميص النوم، اللي طلع بأواعي الآن الرقيقة، اللي كذا اللي كذا، تركوا كل الدنيا بلحظة واحدة خوفا على هذه الروح. بكل منظر الناس الآن آلاف بل عشرات الآلاف من الناس الآن موجودين كل في المدارس أو القاعات الآن المغلقة، أحوال يرثى لها من شدة الخوف والرعب. غير هيك الآن بكل في المدينة اللي احنا كنا فيها الآن آخر إحصائية 900 عمارة الآن وبيت الذي هدم عن بكرة أبيه، أما باقي البيوت الآن بقول لا يمكن لأحد أن يقدر يسكنها لأنه أغلبها قد تصدع وبالتالي يعيشوا في حالة خوف. شوف الآن عشرات بل مئات الآلاف الآن مهجرين، سبحان الله العظيم. والآن وصل عدد القتلى نسميهم الشهداء بإذن الله عز وجل الآن لأكثر من حوالي 11,000 الآن شهيد والآن تحت الأنقاض لا يعلم بعددهم إلا الله عز وجل. إذا المنظر حقيقة بخوف والله، يعني الآن مهما كانت الحروب لا تصل ولا حجم هذا الدمار ولا حجم هذا الآن القتل في هذه اللحظات. إذا إشارة أخواني الكرام، آن الأوان أن نعود إلى الله، آن الأوان. الله عز وجل قال وعدنا الله عز وجل قالوا ما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا تبنا إلى الله واستغفرنا إلى الله لن يعذبنا الله عز وجل. أما إذا أصر الإنسان على المعاصي والذنوب ومعصية الله سبحانه وتعالى فإنه لا محالة سيبقى تحت غضب الله وعقاب الله سبحانه وتعالى. يعني شيخ، هذا دليل على أنه فعليا رسالة من الله سبحانه وتعالى لكل عباده في أنه يكون هناك إعادة ترتيب للأولويات. في مجموعة كبيرة من الأشخاص والناس سألت أنه الزلزال اللي حدث، هذا الرعب اللي عشناه جميعا، راح ضحيته آلاف الأشخاص والأهالي والناس، هل هو من علامات الساعة؟ هل الساعة اقتربت؟ الإنسان بلش يعيد حساباته، بلش يعيد علاقته مع رب العالمين. فكان سؤاله الأبرز، هل فعليا الزلزال من علامات الساعة؟ هو الآن شوف الآن الزلازل، كثرة الزلازل الآن، وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ابن حوالة كيف بك إذا لا تقوم الساعة، قال كيف بكم وإيش ماله، قال يا ابن حوالة كيف بك والخلافة في بيت المقدس، قال عند ذلك تكثر الزلازل ويقترب وتقترب ويقترب يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهذه العلامات كلها موجودة. الآن قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قال قبض العلم بقبض العلماء. شوف اليوم قد يزل من العلماء، معظم العلماء قد قضوا نحبهم
عند ربهم سبحانه وتعالى. كذلك الحال قال تكثر الزلازل، وهذا الآن إشارات قاعد نراها بأم عيوننا ويتقارب الزمان. شوف اليوم البارح بكى العام واليوم صرنا السنة والآن أخرى شوية بقول إحنا الآن بكينا العام. وما أكثر وما أسرع الزمان قاعد في هذه الفترة سبحان الله. كذلك الحال تكثر الفتن، وشوف اليوم الفتن اللي قاعدة بتصير فتن، والله نسأل الله بس أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بطل الآن راح التقارب والتآلف والتحابب والتسامح. اليوم الآن ما أسرع تسمع هون مشكلة هون مشكلة هون فتنة. الآن صار الناس يفتتنوا في دينهم، صرنا نسمع وللأسف الشديد اليوم الآن قضية الآن اللي ما يسمى بحقوق المرأة اللي بدهم إياها الآن تلغي موضوع ولي الأمر سيب جوز حالة لحالها. الآن المرأة اللي بدهم إياها الآن بسن كذا، يعني أمور كثيرة. يفتن الناس أصبح الآن في دينه. الآن الشباب اليوم الآن مدارس اللي قاعد ينشر فيها مثل هذا الآن البلايا، أصبح عندنا الآن ما يسمى اللي هو الشذوذ الجنسي والمثليين والعياذ بالله، هذه لم نكن نسمع بها من قبل. إذا سبحان الله العظيم هذه فتن تفتن الناس الآن أصبحت في دينه في إيمانه في عقيدته. عشان هيك الآن هذا الأمر حقيقة خطير. كذلك الحال أصبح الآن الموبقات والمعاصي اللي تكشعر لها الأبدان خاصة بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. شوف الآن الإباحيات اللي قاعدة بتصير عبر التواصل الاجتماعي تكشعر لها الأبدان. شوف قديش الآن بيوت دمرت، شوف قديش حالات طلاق الآن صارت داخل البيوت بسبب هذه المآسي وهذه البلايا. إذا بدل على ماذا؟ بدل على إشارة واضحة على أن الناس الآن كلما ابتعدت عن منهاج الله عز وجل، وكلما ابتعدت الناس عن أوامر الله سبحانه وتعالى، كلما زاد الآن غضب الله. وهذه كلها إشارات أو علامات غضب من الله. وشفنا كمان مش بس الزلازل، شفنا قبل مثلا أشهر عندما حصل الآن اللي هو الثلوج التي نزلت في أمريكا حتى وصل درجة الحرارة إلى 53 درجة مئوية تحت الصفر، تجمد كل شيء حتى الحيوانات ماتت من التجمد. إذن أيضا رأينا الفيضانات الكبيرة جدا التي حصلت في أوروبا، الأعاصير التي قلعت الأشجار وهدمت كثير من البيوت. إذن كل هذه الإشارات كلها إشارات ربانية قاعد الآن ربنا بيرجينا الآن آياته في هذا الكون، عل وعسى أن يتعظ الناس ويعتبر. وحقيقة كلها إشارات تؤشر على أن هناك قرب شيء عظيم جدا. الله عز وجل لا يقبل الظلم على هذه الأرض ولا يقبل أن يدوم الظلم على هذه الأرض. الله عز وجل قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. شوف الآن أني منطقة بتحس فيها الآن أمان ولا هدوء ولا طمأنينة؟ شوف الآن صار الآن القتل عن إيش الآن للمسلمين بشكل مش طبيعي. شوف أهلنا الآن في سوريا المشردين، الآن ناس العالم ينظر إليهم نظرة ولا أحد لا أحد يحرك ساكنة. شوف الآن ما يجري في اليمن، ما يجري في ليبيا، ما يجري في سوريا، ما يجري الآن في كل مكان. إذا إشارة واضحة على أن الأمر خطير في غاية الخطورة، وهذه كل علامات وإشارات على أن الله سيحدث أمرا عظيما قريبا بإذن الله عز وجل. يا رب يا رب يتلطف فينا أكيد جميعا. شيخ إحنا بنحكي عن إنه يكون الإنسان على عظة، كيف تكون العظة؟ كيف يصبح الإنسان أو كيف فعليا الإنسان لازم يراجع حساباته؟ أنا إنساني عمالي بشوف كل هذه المشاكل، والله يا شيخ حتى الحياة أصبحت لا تحلو لنا. حتى الحياة أصبحت لا تحلو لنا، دون طعم، دون رائحة، دون لون، الحياة متكررة، عمالنا بنشهد كل يوم والتاني، كل فترة والتانية أخبار مفجعة، أخبار سيئة مثل ما ذكرت حضرتك. ما في شيء أصبح جميل وعلى حاله كعهد زمانه، ولكن أنا إنساني أريد أن أتقرب إلى الله، أن أعيد حساباتي مع الله، مع علاقتي مع الله. كيف فعليا الإنسان يكون على ضمير صاحي دائما، أن يضع الله أمام نصب أعينه؟ شوف سبحان الله العظيم، شوف الآية واضحة سبحان الله. ربنا حط آيتين سنة من سنة الله. الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الأمر الثاني الله عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياة نكد، حياة نكد، لا يمكن يكون سعيد في حياته. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وبالتالي يصبح الناس في حالة من حالات إشماله البعد عن الله عز وجل، بصير الناس في حالة من حالات الضيق.
ونكد الحياة ونكد العيش سبحان الله العظيم. من أجل ذلك قال الله عز وجل بيّن قال إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لنحيينهم حياة طيبة، رح يعيش في حياة طيبة وحياة مستقرة. أما طالما ابتعد عن منهج الله سيعيش في حالة ماله الضنك وحالة الآن الإيش اللي هي عدم الاستقرار والهدوء. من أجل ذلك لابد الإنسان أن يعود إلى الله. ربنا نادانا، نادى المؤمنين قبل غيرهم، فرب العالمين ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نادى المؤمنين، يا مؤمنين هم مؤمنون إلا أنهم يفعلون الذنوب والمعاصي، عشان ربنا ناداهم توبوا إلى الله توبة نصوحة. وإذا بعد ذلك الله عز وجل قال وما كنا معذبين إيش حتى نبعث رسولا، والله عز وجل قال إيش ماله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا طالما الأمة تستغفر الله وتتوب إلى الله عند ذلك فإن الله سيرحمها. طب كيف أعمل الآن؟ بعمل الآن بتوب إلى الله لكن تجيني الآن ذنوب من هون وذنوب من هون، بنرد نرجع أخرى مرة. جاء أحد الصحابة قال يا رسول الله إني أفعل الذنب، قال استغفر الله. قال إني أعاود الذنب، قال استغفر الله. قال إني أعاود الذنب، قال استغفر الله. قال يا رسول الله تكثر ذنوبي، قال عفو الله أكبر من ذنوبك. إذا طالما الآن أنت عملت أي ذنب استغفر الله عز وجل. الآن طالما استغفرت الله عز وجل ربنا ماله إيش ماله سيغفر لك هذه الذنوب. كذلك الحال قال الطاعة تولد طاعة والمعصية تولد معصية وحرمان من الطاعة. إذا الآن لابد إن الآن حتى أتوب إلى الله أحط لحالي برنامج، أهم شيء صلاتي قديش، وين صلاتي، بصلي ولا بقطع في صلاتي، بصلي ولا الآن إيش ماله الآن أنا بتكاسل في صلاتي سبحان الله العظيم. والله عز وجل عندما قال الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غي الضلال. وبالتالي الآن هم اتبعوا الشهوات وانت عندما أضاعوا الصلاة سبحان الله، لأن ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا حافظنا على الصلاة في وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان آخر وصية له الصلاة صلاة. عشان هيك الآن يا أخواني يا أخواتي بالله عليكم بتخيل لو أنت الآن كنت مع تبعود الزلزال وكانت لحظة الآن فراقك من هذه الدنيا، وتخيل أنت بتصليش كيف سيكون حالك بينك وبين الله. عشان هيك الآن برضو دير بالك مش بس الزلزال، يمكن تجيك جلطة، يمكن صحيح. يجيك الآن بلحظة الله أعلم رصاصة طاشة، ولا أنت نايم في فرشتك ممكن تموت. إذن كله بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا أول خطوة الآن المحافظة على الصلاة في وقتها، وكان من دعاء الأنبياء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. كذلك الحال الآن أتعاهد نفسي مع القرآن. القرآن قال رب إن قومي قد اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن حياة، القرآن سعادة، القرآن طمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكبر سعادة وأكبر طمأنينة وأكبر راحة نفسية وأنت تعيش مع كلام الله ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا هذه كمان أدور على الصحبة الصالحة تذكرني بالله. واليوم عبر الفيس بتلاقي الآن مجموعات الحمد لله الآن منهم بيحفظ القرآن، منهم بتدارس السنة والحديث، آلاف في المجموعات الآن اليوم موجودة عبر النت. هذا الآن النت إما أن يكون الفيس، إما أن يكون نعمة لك تقدر تخدم في دين الله عز وجل، بتبلغ في أوامر الله. في ناس استغلوا بفضل الله عز وجل في نشر الذكر والخير، وفي ناس الآن استغلوا بالضلال والفجور أو الاستهزاء والسخرية ومناظر المسخر. بس حيالله بده يضحك ويستهزئ ويضحك 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 بس. عشان هيك الآن مشكلة هذه الآن كبيرة. بالتالي ضرورة جدا إحنا إخواني الكرام إنه في هذه الأيام نصحى ونستيقظ على أنفسنا وين إحنا موجودين. اسأل حالك أنا وين الآن مع الله عز وجل؟ هل أنا فعلا في طريق الله؟ هي الآن الزلزال قرب علينا بلحظة هيك الآن شعرت فيه، وبعض الناس كثير شعر فيه، وفي ناس ما شعروا اهتزت فيه الأرض والدار وما شعر. أما أن نعود إلى الله؟ أما أن نرجع إلى الله؟ أما أن إن نرفض الباطل الآن اللي قاعد الآن عم مطمن الآن في بلادنا وبلاد المسلمين؟ أما أن الآن دير بالنا على أولادنا وبناتنا ونهتم فيهم ونذكرهم بالله؟ إذا لابد لنا حقيقة هذه الآن هي لحظة وساعة لابد فيها أن نستيقظ ونرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى. الشيخ يعني لفت انتباهي حديثك عن إنه الفيس أو وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تكون هي نعمة إذا إحنا استغلناها صح، أو ممكن تكون تعود علينا أو إنها تكون نقمة. واحدة من الشغلات اللي استفزتني فعليا وحكيت يجب إنه يكون هناك توجيه كلام من
ذوي الشأن الصالحين يعني من حضرتك شيخ، فإنه في تعليقات من أبناء جيلنا الصغير، الشباب اللي صغير اللي فتح عينيه على الدنيا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي كلها للأسف منكرات، كلها فتن، كلها غير نهج حياتنا وخارج عن الإسلام. فكان هناك تعليقات من الأشخاص اللي بعيدين عن الزلزال، إنه الزلزال وين وإحنا وين، فالزلزال ما بيجي عنا. تعليقات مضحكة على الزلزال، هي محزنة للأسف. من علامات موت القلب، إنه علامات موت القلب ألا يتعظ الإنسان وهو عم بيشوف هذه العلامات وهذه الرسائل الربانية. كيف ممكن فعليا نعيد إنشاء جيلنا من خلال الأهالي والآباء، بأنه ننتبه أكثر على أبنائنا وعلى أولادنا؟ أصغر الأمور هي ممكن تكون شغلات يعني تترسخ بأذهان الأبناء ويكبروا عليها. فكيف ممكن فعليا الأهالي يعيدوا نظرتهم لأبنائهم من خلال التربية والتنشئة؟ هو سبحان الله العظيم، بس هناك في أمر خطير جدا. الله عز وجل في آية بتخوف، رب العالمين قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، صحيح. لا تعتذروا اليوم قد كفرتم بعد إيمانكم. الآن سمى العلماء الاستهزاء بآية من آيات الله، الآن هذه الآن ربنا سماها هي آيات الله، كما قال الله سبحانه وتعالى قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن الزلزال آية من آيات الله، فإذا إنسان قاعد يستهزئ على الآن الزلزال وما حدث والاستهزاء بآية من آيات الله، إذن هو قد كفر بعد إيمانه كما قال الله عز وجل. إذن ضروري جدا نستوعب هذه القضية إخواني الكرام. وبعدين الآن كما أيضا ورد قال تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وبعدين الآن هذه أرض مباركة، من قال أنها لقد لا تصاب؟ قد زلزلت فلسطين قبل ذلك، صحيح. وقد كان زلزال عظيم الآن ضرب فلسطين قبل ذلك. إذا الآن مدام الآن انضرب قبل هيك ممكن ينضرب في أي لحظة، وهذا الكلام ممكن يصير. عشان هيك الآن دير بالك. وبعدين الآن مش شرط الآن، ما أنت الآن بحادث سير بسيط جدا ممكن رب العالمين يوديك في, في, في كذا قطعة كذا قطعة بسبب الآن هذا الآن الكفر والعناد اللي أنت قاعد بتكون فيه أو هذا الاستهزاء. عشان هيك الآن يجب أن نكون مؤدبين ونقول الحمد لله الذي عافانا. هيك الآن الأصل بالسنة والشرع، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. لابد إخواني الكرام أن نتعظ مما يجري أقل خلق الله يرحمهم، الله ربنا يعافيهم. الآن بعض الناس بيستهزئ بقول طب هي الآن رب العالمين بلش بس ضرب بالفقراء والمساكين والناس الآن بسطين وبسطين وكذا. لا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، قال المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع فهي شهيد، أيضا هي شهيدة اللي بتموت عند الميلاد. الآن هذا الآن إذا سمى الذي يموت تحت الهدم هو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيش الكعبة، قال فيخسف بأولهم وآخرهم. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله فيهم الصالحون؟ قال نعم يا عائشة، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعث على نواياهم. إذن الآن إخواني الذي يموت تحت الهدم وهو مقبل على الله عز وجل فهو شهيد. هذا الآن نعلم علم يقين أن هؤلاء الذين ماتوا إنما هي رحمة من الله عز وجل لهم، وبالتالي أن الله عز وجل يختار اختيار الشهداء، قال ويتخذ منكم شهداء، وبالتالي الذي يموت. أما من مات على معصية الله وكفره وبعده عن الله فهو عقاب يستحقه في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. من أجل ذلك إنما أيضا هذا الذي جرى إنما هو عبرة لي ولك ولكل واحد. الآن ربنا بيمتحن قلبك، الآن ماذا ستصنع عندما ترى هذه الآية؟ هل تخاف؟ هل تتعظ؟ هل تتقي الله؟ هل تستغفر؟ هل تدعو لهم؟ ماذا فعلت؟ هل استهزأت؟ كل ما تصنع إنما هو ابتلاء من الله. ربنا سينظر ماذا فعلت وماذا صنعت، عند ذلك سيحاسبك الله عز وجل على كل ما صنعت وما عملت وما فعلت. عشان هيك الآن نقول بدنا ندير بالنا، هذا الذي جرى إنما هو رحمة من الله للمؤمن
عذاب وويل لمين؟ للكافر. لأنه بعض الأحيان مرات رب العالمين بده يريح بعض الناس من هم هذه الدنيا والبلاء اللي واقع عليهم رحمة من الله عز وجل. فرب العالمين ماله بأخذهم عنده في جنة عرضها السماوات والأرض، كما ورد قال تبدأ سعادة المؤمن عند انتهاء من هذه الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أما الآخرة هي جنة المؤمن بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. هي واحدة من أكثر الشغلات اللي كانت بتم تداولها إنه الآراء بالإجمال كان يا رب إنه هدول الفقراء هم اللي تضرروا، الغلابة، اللاجئين، السوريين، 10 سنوات عاشوا من الظل في بلادهم، اغتربوا من بلادهم، كانوا لاجئين في بلاد أخرى، إلا إنه هم اللي راحوا ضحايا. فإنه يعني كانت الناس ردودها إنه اللي بيعملوا الفحشاء واللي مش سألين عن الدنيا والكفرة واللي ملتهيين بشهواتهم وغيرها وغيراتها ما أصابهم مكروه، ولكن ربنا أصاب هؤلاء الفقراء الغلابة. نعم. فحتى هاي لازم يكون في إلها إعادة تصحيح للمعلومة. نعم طبعا. رب العالمين شو قال في الآية؟ قال ولو شئنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. بكل مفسرين قال لولا رحمة الله بالمؤمنين لجعل لمن يكفر بالله، يعني الكفر الفسق الكذا، مالهم لبيوتهم سقف من فضة، يعني بيوتهم من ذهب وفضة ومعارج. الآن تخيلي ليه؟ لأنه رب العالمين سمى هذه الدنيا هي متاع الغرور. قال الآن والله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. طيب. بتسويش إيش الدنيا؟ شو بدك فيها؟ عشانك رب العالمين قال للكافر، قال كل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إخواننا ضروري نستوعب الأمر الآخر. ربنا الدنيا هي ممر بس لحظة ربنا بيمررنا عنها، إنما الحياة الآخرة هي الحيوان، الحياة الباقية هي الجنة بإذن الله عز وجل. عشان هيك الآن قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الفاجر يرزق على فسق فاعلم أنها علامة عقوبة من الله. إذا شفت واحد صاحب معاصي وذنوب والآن وفجور وربنا قاعد بيعطيه، اعلم علم يقين أنه هذه علامة غضب من الله. ليه؟ لأنه ربنا بده يعطيه كل شيء في الدنيا حتى يحرمه كل شيء في الآخرة. أما المؤمن فهو أشد الناس بلاء، كما ورد الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس الآن يبتلوا مين؟ الأنبياء الذين ابتلوا في مالهم وأولادهم وعيالهم، هؤلاء الذين كانوا أشد الناس ابتلاء. إنما الابتلاء للمؤمن رحمة، هذا الذي جرى لهؤلاء إنما حتى الله يمتحن تلك القلوب. الآن في معركة أحد هزم النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وجرح النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحب الخلق إلى الله، إلا أن هل رب العالمين غضبان عليه وربنا بيحبوش؟ لا، إنما إشارة واضحة على أن الذي يجري إنما يعلمنا الله إنه يا أيها الناس إنما هذه الدنيا لحظة، إنما هذه الدنيا ممر، إنما هذه الدنيا بتعرف حسب قديش، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والآن لو إنسان عاش في هذه الدنيا 60-70 سنة بتعرف قديش بالنسبة لرب العالمين على أيام الله؟ والله لا تعدل ثانية دقيقة وثلاث ثواني. تخيل واحد أعطيه الآن 7 مليون دولار وكله عيش فيهن دقيقة واحدة، دقيقتين، 5 دقائق، شو بيعمل؟ يعني لحقش يعدن، عد بدهن أكثر من 5 دقائق. لو بتروح الآن يودين عند صريف بدك وعد واقف بس هو عدن له بده مش أكثر من 5 دقائق 10 دقائق، إذا راحت عليك. تخيلي هو ركب هاي السيارة مرسيدس موديل سنتها، الآن آخر قصة بركبها بس يطلع عليها بس بده يشغلها عمل ما تحمى راح الدقيقة راحت عليك. تخيلي هكذا هي الدنيا. عشان هيك لازم احنا الان ربنا بده ايانا نستوعب انه الذي يجري يجب ان نفكر فيه بالآخرة فقط، لانه حياتنا الآخرة هي الحياة الحقيقية. هذه الدنيا ولا اي شيء ولا تساوي شيء. عشان هيك لازم احنا الان نفهم ما نعلق قلوبنا بهذه الدنيا وانا نهتمنا متاع الدنيا. شوف رب العالمين برضو يعطينا اشارة، شوف الان انت الان قديش هذا اللي بنى عمارته، دفع الان دم قلبه، عمل الان اساسات وبنى وعمر وكزاز من نوع كذا ودهان من نوع كذا والان كرمك وبلاط وكذا. ربنا بدي يجيك الان بلحظة، هاي الدنيا هذا هو المتاع. اوعك تفكر
لأنك أنت الآن بمأمن من الله. قارون جمع الآن مال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة من الرجال. الآن مفاتيح الخزنات تبعاته بدها زلام يحملوها. الآن ربنا خسف به وبداره الأرض حتى يعطينا عبرة. اوعك تفكر انه هذا بده هو خليك خلدك ولا بده يعمرك. اوعك انت يا ظالم تفكر الان الدين مخلد الك. لا، وانت ايها الانسان عادي اوعك تستهزئ وتفكر، ما انت بلحظة الان بكرة راح تعود الى الله عز وجل. صحيح. انت كل راس مالك الان قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه. ربنا بده يبين الان انه لابد ان نستوعب انه الذي يجري انما هو علامة، انتبه دير بالك اتق الله. اما هذول الناس لن تكون ارحم الله على خلقه. ربنا عارف ان هذول مساكين وايتام رب يرحمهم مش يغلبهم في الحياه لماكه اللي عايشينها. فعشان هيك الان ربنا حتى يجعلهم من الشهداء ويرفع من قدرهم، عائلات بحاله راحت الى الله. صحيح. عز وجل. اذا بنقول الان رحمه الله عليهم واسال الله ان يدخلهم فسيح جناته برحمته. آمين. يا رب العالمين. اللهم امين. امين يا رب العالمين. اكيد يا رب ان شاء الله تكون قلوبنا دائما معلقه بالاخره وليست معلقه بالدنيا ومتاعها. كل الشكر لي يا شيخ ابو الارقم امام مسجد النصر. شكرا شيخ، يعني دائما انت جزء لا يتجزا من هذا البرنامج. ومع نهاية كل أسبوع مشكور على كل الرسائل اللي بتوجهها لإلنا على أنه يكون فعليا هناك إعادة ترتيب لأولوياتنا ولأمورنا في هذه الدنيا. إن شاء الله مستمعينا ومتابعينا رح نتواصل وإياكم في برنامج طلة فجر، ولكن بعد هذا الفصل.